ولا شوف الإعادة مرة أخرى، طريقة غريبة في تنفيذ الركنية مرت على بدر قدارين. ماذا كان ينتظر السعيدي وماذا كان ينتظر الحارس العربي؟ شوف طريقة تمرير الكرة وفي نهاية المطاف خطف، نعم هدف مجاني، هدف مجاني في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لفائدة نادي سان داونز في حدود الدقيقة 71 من عمره. هذه